اليوم سعر الصرف رجعنا للخطوات الأولى من صارت أزمة الدولار ومن صارت لعبتنا مع الفدرال الأمريكي. سعر الصرف اليوم 158 ألف دينار مقابل 100 دولار، مع العلم أن السعر الرسمي بحسب الحكومة 130 ألف دينار. وبالنسبة وتناسب يصل الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي 25% أو أكثر. نتروح تشتري دولار، إذا أريد يبيع لك يقول لك 158، قل يا أبا مو الشركات اللي مكلفة بالتحويل المفروض تبيع بسعر البنك المركزي، يقول لك إيه بخدمتك، جيب لي دولار من برا وأنا أحول لك إياه. زين عمي انتو مو مفروض عندك حصة؟ يقول لك هي عندي حصة لكن خلصت، شو تسوي؟ وكان بودنا نخدمك. تطلع للثاني ما تلقاه أفضل من الأول، وكأن الجماعة متفقين، وهم فعلا متفقين. طبعا البنك المركزي بكل أزمة ارتفاع يصدر جملة من الإجراءات للحد من التلاعب، لكن يبدو البنك مستلم، يعني أو خلينا نقول مستسلم لما يجري، لأن المبيعات تسجل ارتفاع طبيعي أو دون الطبيعي بشيء قليل، لكن الدولار لا يزال معلق. منو الماكلها من هاي السالفة كلها ومن المستفيد من عدها؟ الماكلها هو المواطن العراقي بكل تأكيد. أسواق اللي السوق الموجودة بصراحة ماشية مع السعر الموازي، وتجار الدولار أو بحارة الدولار عبوا بالسكلة رقي، والتاجر العراقي العادي يجيب البضاعة على 130 ألف ويبيع البضاعة على 158 ألف. جماعة البنك المركزي الله بالخير، معقولة توقفت أفكاركم عند هذا الحد؟ معقولة رفعتم الراية البيضة خلاص واستسلمتم؟ بمناسبة اكو سؤال هنا انا تذكرته خلي اسأله، شنو اخبار الخط الساخن؟ شو ما شفنا لا صيرفة عزلت ولا مصارف سحبت رخصها بسبب المخالفة، وانتو الله وكيلكم مجرد تدزولكم واحد يروح لاي صيرفة راح بصراحة يجيب لكم البشارة ويقول لكم يابا ترى الدولار ب 158. للتذكير لمن يهمه الامر، حبينا نقول لكم ترى احنا على ابواب رمضان، وانتم تعرفون البعض من تجارنا برمضان يدورون اجر وثواب ولا يحبون اصلا يثقلون على كاهل المواطن، بس حبينا نذكركم ذلك. البارحة أكو تظاهرات محدودة وحرق للإطارات في مجموعة من الطرق الحيوية سواء في بغداد والمحافظات، يا محافظات أكيد محافظات الوسط والجنوب، لأن سانت ليغو أو الدوائر المتعددة أو أعلى الأصوات أو القاسم المشترك يبدو أنها قوانين مقبولة وجيدة بالنسبة للمناطق الشمالية والغربية. هسه هاي مدري زينة مدري مو زين، والله ما ادري بصراحه، بس الموضوع يحتاج لوقفه. المعترضين قالوا لا لسانت ليغو، هسه يا هو منهم المعدل او غير المعدل، المهم من ريد سانت ليغو ريد قانون يامن دخول الافراد الى مجلس النواب ويمنع هيمنه الكتل بحسب المحتجين. لغه الرد على الاعتراض ايضا عندها وجهه نظر، تقول هاي الوجهة يابا نظامنا برلماني والأدوار تتبع إلى حسب الحجوم، والدور يقول عندك زايد تاخذ زايد، أما أنت جايب طرق قاطك ورباطك ايش راح تسوي أمام نواب دخلوا بعنوان كتلة وائتلفوا وتحالفوا مع جهات أخرى؟ بصراحة ما عندك غير أنه تطبق على صفحة، يا إما لا قد تخضع
مثل البعض إلى معادلة التاهو واللكزز والكاديلاك، وعندكم واضحة القصة. القانون مثل ما قلنا انقرأ القراءة الثانية وجاهز للتصويت، وبحسب المعلومات أن هامش المناورة هو النسبة 1.9 لو 7 لو 6، هذا اللي واصل له القانون. خلص، على حد تعبير مناصري القانون رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا اللي هم يعتقدوه. أما شنو اللي مقبل؟ الله أعلم. شوفكم بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج دون اتهام. ضيوف الحلقة لهذا اليوم كل من الدكتور غالب الدعمي الباحث والأكاديمي، حياك الله سيد غالب، وكذلك السيد حيدر الموسوي الباحث في الشأن السياسي، حياك الله سيد حيدر. خلي أبدو حضرتك سيد حيدر، البارحة طلعت ناس سميهم الظاهرة واعتصموا، أو لا ما اعتصموا، الظاهرة ووقفوا وقفة احتجاجية، حرقوا طائرات، وكانت مشكلتهم مع قانون الانتخابات وقضية سانت ليغو وما إلى ذلك. أنا أسأل من وجهة نظرك، تعتقد هذا اللي صار البارحة ممكن يخلي الكتل تعيد حساباتها في موضوعة القانون، وخصوصا هي ذاهبة باتجاه التصويت، أم لا القضية عادية وماضين بالتصويت سواء بالأسبوع القادم أو ربما هذا الأسبوع؟ شكرا جزيلا، تحية إليك وإلى دكتور غالب. لا لاحظ، هم ماضين بكل صراحة، يعني ماضين في عملية التصويت وتمرير هذا القانون، بصرف النظر عن الاعتراضات، سواء كانت هذه الاعتراضات من هذه القوى، قوى ناشئة، قوى تشرين، مستقلين، الحزب الشيوعي، غيرها من الأطراف، على اعتبار أن هذا القانون البعض يحاول أن يلصقه بأنه هو مطلب الإطار التنسيقي، وليس مطلب قوى الإطار بالحقيقة، ومطلب ائتلاف إدارة الدولة الحاكم، ومطلب تحالف السيادة، مطلب القوى الكردية.
ليس طرف معين، يعني هذه واحدة من الأخطاء التي تسوق اليوم إعلاميا. هي هذه نفسها. خليني أسأل سيد حيدر، هو ليش الاعتراض على قوى الإطار كأنه هي اللي متبنيته؟ اي ما هو هذا، هي هنا المشكلة، انه وليش طلعت التظاهرات بالوسط والجنوب؟ هو بالضبط، هو لأنه أصلا إيه؟ فكرة الحديث عن قصة مستقلين، هو المستقلين من اللي فازوا وفق القانون الأخير؟ هم كلهم من الوسط والجنوب، ماكو مستقلين من المكونات الأخرى. وهي حتى التظاهرات أصلا وأحداث تشرين هي حثت فقط في رقعة الجنوب والوسط، وبالتالي عندما فجمهور المعترضين، جمهور المعترضين بالوسط والجنوب، بالوسط والجنوب، وتحاول بعض الأوساط أو الأطراف الأخرى، الإعلام، وسائل إعلام أخرى تسوق إيه؟ وكأنه هم فقط قوى الإطار التنسيقي هم الذين يرغبون بهذا الاتجاه، وأنهم فقط هم الحاكمين، وأن بقية الأطراف غير موجودة في هذا الموضوع. علما إذا أردنا أن نعود للأرشيف قليلا في أيه؟ قصة القانون الأول، أول طرف سياسي اعترض على القانون الأول هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وموجود الأرشيف. طيب، وكذلك أيضا القوى التي يعني سميت فيما بعد تحالف السيادة، تحدث عن حزب الحلبوسي وغيرها، كانوا معترضين بشدة على هذا القانون الجديد، ولكن بسبب ظروف الوضع في وقتها وتحت ضغط الشارع وأيضا طرف سياسي معين مرر هذا القانون. هذا القانون بالمناسبة إذا أردنا نتحدث عن المستقلين وفق الأرقام القديمة فهم مظلومين. الأرقام لو افترضنا الأصوات التي حصلوا عليها وفق القانون السابق، لو ذهبنا باتجاه إلى صيغة سانتياغو، هو ماكو شيء اسمه قانون سانتياغو، هي صيغة بالمناسبة، تمام، معادلة، معادلة، سوف يصبح عدد مقاعدهم 73 مقعد. شوف أكو عملية في حال لو ائتلفوا، لا حتى لو دخلوا كتلة واحدة، كتلة واحدة بالنهاية التمثيل النسبي، ثلثي دول العالم تعتمد نظام التمثيل النسبي. هذا القانون اللي جرت في صيغة الانتخابات الأخيرة اعتمدت دولة واحدة وغادرتها، خلاص انتهى الموضوع. سانت ليغو يعني نظام صيغة انتخابية مقبولة على المستوى العالم، يعني قد تكون اكو بعض الأنظمة بها التعديلات، يجوز البعض يقول لك لا مو سانت ليغو الأصلي، انا اريد الأصلي، يعني بعض الأطراف تطرح حاطره يقول لك انا ما اريد 1.9 او 1.7، انا اريد صيغة بحيث لا تسمح فقط للاستحواذ على البرلمان والمقاعد النيابيه من قبل القوى المهيمنه او القوى السياسيه والقوى التقليديه الحزبيه، سميها ما شئت، قوى السلطه، لكن بالنهايه من الممكن هنالك احتمالين. اولا الضغط الحالي الذي تفضلت به، طيب، لا وجود لثقل التيار الصدري فيه، وهذه معلومه، من خرجوا هم فقط الوجودات المرتبطه بتشرين، الوجودات الشعبيه المرتبطه ب حركة امتداد، بعض الحركات الأخرى التي ليس لديها تمثيل يعني في داخل مجلس النواب، وبالتالي نحن نعتمد المؤسسة التشريعية. يعني إذا ردنا نتحدث عن السلطة، من السلطة اليوم؟ السلطة التشريعية، البرلمان هو الذي يمثل الشارع، واضح، من الناحية الدستورية والناحية القانونية. واضح، ستجي تقول لي أنه 20% منتخب بس انتخبوا، هذا كلام آخر. واضح سيد غالب. دكتور حياك الله من جديد. يعني لو كنت أنا الإطار، أنا القوى المشكلة لتحالف إدارة الدولة اللي شفته البارحة، محترمات اللي طلعوا، لكن 10 و20 هنا و30 هناك و5 هنا، بالتالي أفوت بالقانون ولا التفت لورا، يعني وين هذا اللي يصورونه يا جمهور المستقلين اللي سيمنع من تمرير القانون اللي شفناه البارحة؟ أصلا مدعاة لأن يستعجلون بإقرار القانون، تنتهي القصة. مساء الخير استاذ اياد، سيد حيدر الموسوي، جمهور قناتكم الغراء. اليوم القرار هو من داخل مجلس النواب، هم الجهه التي يشرعون القانون، وهم الذين فقط يغيرون او يحسنون يعدلون. طيب، لا قوى تمنع اليوم البرلمان العراقي من تشريع هذا القانون وفق الرؤيه التي هم يريدوها، ليس بضغوط الجمهور ابدا. اللي اشرت اليهم اللي خرج جمهور قليل غير منظم مشتت، لا يؤثر، لا يمنع الجهات البرلمانية من إصدار القرار الذي تريده. طيب، وبالتالي كما قال سيد حيدر أن القانون هو رغبة الإطار والكرد والسنة، هم يرغبون هذا، وأصلا هم معترضون، وهناك رغبة من الكرد أن يكون العراق دائرة واحدة باعتبار هناك كرد في بغداد، حوالي 1 مليون كردي، هؤلاء بعضهم يصوتون للبارتي.
لكن إذا ما أراد، خل أقولها بكلمة شوية صعبة، يجامل زين. البرلمان يجامل بعض القوى المدنية، ايه؟ ربما يجامل بعض المعترضين، ايه؟ فإنه سيخفض النسبة. طبعا أنا لا أسميه صيغة سانت ليغو، هذا بذن سانت ليغو الحقيقي، ايه؟ اللي هو واحد فارزة صفر من اثنين، يعني أو فارز اثنين الى ثمانية، يعني واحد اجزاء الواحد بيعدل. هذا قانون، اما هذا لا، هذا مشوه، مسموه المعدل، مشوه، عدلوا جماعتنا، امنتوا، نعم، مشوه، هذا ليس قانون سانت ليغو. لذلك يجب، قانون سانت ليغو مو قران، لا ما يخالف، مو قران، اذا هذا قانون اخر، هو صيغه اخرى، ليست تشبه غير، تشوف الصيغه اللي تتوالم مع بيئتك الانتخابيه. لا، هذه الصيغه التي تطرح هي تناسب رغبات وتوجهات الكتل السياسيه في الاحتفاظ بالسلطه. وان انا اقول هنا ربما هذا القانون أيضا يكون مقبرة للأحزاب التي تريد أن تستحوذ على السلطة. شلون؟ بمعنى شلون؟ لنفترض أن الإطار التنسيقي رشح على أكثر من جهة، من يقول سيكون جهة واحدة، زين، سيأخذ من الجهات التي لها جماهير ثابتة مثل البارتي والتيار، من الجهات الثابتة جمهورها، وبالتالي هنا التوزيع يكون على الكتل اللي تأخذ أصوات أعلى، بالتالي ممكن من يقول سيخسرون ربما، يعني ليس بالضرورة أن يفوزوا اللي من يصمم هذا القانون. النقطة الأخرى، لو اتفق الجمهور، طيب، اللي متردد، اللي دائما نقول عنه ما يحضر الانتخابات، أيضا سيحقق نتيجة إيجابية وسيأخذ الأصوات الأعلى في كل المناطق، لو أرادوا المشاركة قصدك؟ طبعا لو أرادوا المشاركة، وإن أنا لا أرجح فوز مستقلين هنا في هذا القانون، لأنهم مشتتون، طيب، متوزعون على كتل سياسية، وأيضا الكتل السياسية لها ظل، يعني كما حصل في هذه الانتخابات هناك أكثر من 10 أو 15 نائبا هم ظل الجهات السياسية الفائزة، السنية والكردية والشيعية دون ما استثناء، طيب، والمستقلون أيضا يتوزعون على الكرد، هناك أكثر من 6-7 مستقلين سنة، أكثر من 20 نائب كردي أو 15 نائب جيل جيل جديد، مو مستقلين، يعني حزب. بالنتيجه يختلفون عن ما كنا نواب السنه التقليديه، ليس احزاب تقليديه، توضيح، حتى نواب السنه المستقلين، حتى امتداد، اكو عندنا نواب سنه، حتى امتداد الان هي تشكيل، وشراقه القانون هي تشكيل وهي حزب، طيب. ولكن بالنتيجه هي تعتبر حزب ناشئ، يعني اقرب للمستقلين وحتى في توجهاتهم. زين، اسال السيد حيدر، يعني خليني باعتبار انه الاطار اغلبيه، فخلي اساله باعتبار انه قوى الاطار كانت من اكثر المعترضين وعلى القانون اللي فات، واعتبرته قانون دفع الى ان يكون هناك تزوير، واعتبرت انه الانتخابات مزوره، فيعني قصه الاطار او القوى المنضويه مع الاطار ويا القانون لو هي آلية اللي تمت بيها الانتخابات والتزوير، شو هم طلعون المشكلة بالقانون، وكانوا الانتخابات اللي مضت ما كانت مزورة، هم ليش ما راحوا على المفوضية مثلا في تعديل المفوضية أو تغيير المفوضية، تشكيل مفوضية جديدة، ليش يجوا على القانون؟ هذا يؤكد على أنهم يبحثون عن تقويض للمستقلين من اجل افساح المجال الكتل الكبيرة. لا، هذا الكلام مو بهالطريقة. اولا المستقلين ايش قد عددهم؟ يعني اكثر من 40 45، المستقلين هم مشتتين اصلا، ما عندنا فد شيء اسمه، شوف ماكو شيء بكل برلمانات العالم شيء اسمه مستقل، العمل السياسي هو واحد، العمل السياسي هو عمل حزبي، زين. في ارقى الدول المتقدمه، الديمقراطيه المتقدمه في اوروبا، الاحزاب هي تشكل المشهد السياسي، هذه اكذوبه تم تسويقها في المراحل الاخرى، احنا ما بدنا نتحدث ما عندنا لا مستقل؟ لا لا لا، اسمح لي، كل المستقلين هم لديهم راي، ماكو شيء اسمه اللي يشتغل بالسياسه لازم عنده راي. صار واضح رأي. بغض النظر عن الراي، لا لا، مفهوم المستقل واللي ما منتبه الكتله، مو اللي ما عنده، بغض النظر عن الراي. لا لا، مو انا هنا شنو، مو انت كان هذا الطرح سابقا انه احنا هذا القانون نريد ناس مستقلين، نريد ناس تكنوقراط، يعني مثل فكرة حكومة التكنوقراط في زمن حكومة السيد العبادي، تمام، قالوا خلاص هاي الحكومة ما تخدمنا، طلعنا من التظاهرات، سوينا مشكلة، ما نريد ناس، جبنا تكنوقراط، النتيجة شنو؟ نفس النتيجة، النتيجة أتعس من النتيجة السابقة. طيب، وحتى إذا أردنا نتحدث ما الذي حدث في هذا القانون، يعني القانون هذا على أساس كان ينقذ العراق، ينقذ العراق من هيمنة الأحزاب التقليدية والكلاسيكية التي
أفسدت والطبقة السياسية البائسة التي لم تقدم شيء. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن النتائج هي كانت نفس النتائج. حكومة أيضا سوقت مفاهيم إلى الناس وخرجت هذه الحكومة بسرقة فضيحة كبيرة، سرقة مالية، هي سرقة القرن التي طيب. الحديث عن 2.5 تريليون هذا رقم حتى يعني فقط حتى للتهيئة 2.5 مليار دولار يعني 2.5 مليار يورو همينة الرقم من هذا الرقم أكثر بكثير. هذه النتيجة، هذه النتيجة التي نتحدث عنها. بالمناسبة المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وباتة. المحكمة الاتحادية هي التي تحدثت من ضرورة أولا قصة القانون، وثانيا قصة العدوى الفرز الإلكتروني يعني الذهاب باتجاه العدوى الفرز اليدوي نعم. على اعتبار أن هنالك خشية من عملية تزوير الانتخابات حتى في المرحلة القادمة، وبالتالي إذن الإطار التنسيقي هنا لا يبحث عن مكسب. الإطار التنسيقي اليوم أنا أختلف مع الدكتور غالب بسبب بسيط، أنه اليوم هو يشكل الدولة ويشكل الحكومة طيب. والمعلوم أن من يذهب باتجاه عملية تشكيل الحكومة أنه بالنتيجة سوف يحصل على جمهور أكبر في المرحلة القادمة، وهذا ما دابت عليه الحكومات. هذا بصريح العبارة طبعا بالتأكيد. اليوم قرارات هذا الجمهور إذا يريد يصوت، باعتبار احنا دائما نقول بالعراق عندنا جمهور سلطة يصوت للسلطة، يصوت للسيد الشياع بغض النظر. نفترض أن السيد الشياع السوداني ما يخشى الإطار من لا زعامة، لا زعامة جديدة، جديدة نعم. مشروع الزعامة الجديدة لدى السيد السوداني هو موجود وهو متاح، لكن بالنهاية شوف حتى هاي قضية الزعامات احنا عندنا عملية صناعة الزعامات تحتاج ايضا بالنهاية الى عدم الذهاب بالخيال كثيرا لسبب بسيط، لان احنا مجتمعنا وخاصة اذا اردنا نتحدث عن خارطة شيعية عندنا مجتمع رموز. عندما نتحدث عن السيد الصدر لديه جمهور ثابت مثل ما قال الدكتور غالب، عندما نتحدث عن السيد عمار الحكيم لديه جمهور ثابت طيب. هذه رموز. عندما نتحدث عن الدعوة فجمهور الدعوة هو ثابت بزعامة السيد المالكي جيد. وعندما نتحدث عن المجموعات الأخرى التي دخلت حديثا إلى الجو السياسي هي جمهور المقاومة وعدد من الفصائل المعروفة هذه هي الخارطة الانتخابية بالنسبة للمكون الشيعي وبعض أحداث أحزاب تشرين المدنية الليبرالية اليسارية سميها ما شئت. بالتالي العبادي أيضا في وقته عندما حكم 4 سنوات تقريبا أيضا كان مقرون بحدث 40 مقعد الرجل حصل بالضبط، لكن بالمقابل دولة القانون حصلت أيضا مقاعد أكثر نعم. خب شنو المشكلة؟ السيد عمار الحكيم مع السيد عمار الحكيم تمام زين زين مع تيار الحكمة زين. على اعتبار تيار الحكمة لديه جمهور ثابت ومتحرك، لا يمكن التعويل على هذه كل من يدخل رئيس الوزراء. نتحدث عن بشكل عام عن الإطار طيب. مشكلة الإطار سيستفاد يعني من هذه مع القانون ومع المفوضية راح تكون طبعا بالتأكيد. أولا المفوضية قصة القضاة المنتدبين هو قرار خاطئ كان جيد. حتى على المستوى الخبراء الذين يعملون هاي راح اجيك عليها شوي بيها تفصيل قصه المفوضيه. خليني بس ارجع للسيد الدعمي سيد غالب. عدم وضوح موقف او اعلان موقف واضح من قبل الكتله الصدريه وكانه يا اما هم موافقين على هذا القانون او هم كما سربت معلومات قد لا يشتركوا بالانتخابات. هل عندك خلفية عن سبب هذا الموقف؟ شوف يعني موقف لا موقف شوف أقصد. شوف يعني هي مبدئيا لحد الآن لم يعلن موقف واضح من الاشتراك طيب. فهذا سابق لموضوع الاعتراض على القانون والقانون. النقطة الأخرى هذا القانون نفسه اللي الآن يجري الحديث عنه في أروقة البرلمان هو يجري الحديث هو التصويت اي نعم سيصوتون لا ماكو قراءه بعد تصويت قراءه ثانيه لا 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 هو اكثر من صياغه له واكو بيه تعديلات اكو نقاش راح يصير مناقشه وتصويت. التيار الصدري ايضا حصل المركز الاول في حكومه عادل عبد المهدي كان الاول وشكل الحكومه ايضا التيار الصدري و زين. بمعنى هذا القانون يخدم الجهات التي لديها جمهور ثابت هو يخدم التيار الصدري ما عندي مشكلة صبيها تشبيها التيار الصدري هو واحد نفس العملية محروزات مالات نعم محروزات بشكل بس مو 73 73 هذا اخذها احد الاخطاء الكبيره اللي وقع بها الاطار صارت لصالح التيار لان شتتوا الاطار اصواتهم رشحوا اعداد كبيره صح. التيار الصدري كان ذكي في هذه العمليه الفنيه زيح. بالنتيجه الان ايضا شوف احنا العتبه القاسم المشترك استاذ يعني لا تحس به
اذا اخذ مرات اكو فرق 20 صوت يعطيك 3 مقاعد مقعدين في هذا القانون. نجربناه في انتخابات مجالس المحافظات، ياخذ 7 ياخذ 7000 صوت، اخذوا 3 مقاعد، والاخذ 7 الا 100 اخذ مقعدين. يعني اكو مرات قانون هذا ايضا بيخدم بعض الجهات. بالنتيجه الاخوه المعترضون على هذا القانون غفلوا اشياء اهم من هذه النسبه، اشياء مهمه جدا، صياغه القانون، طريقه التصويت، طريقه هل تستطيع المفوضيه المرتقبه من اصدار بايومتري، يعني هويات بايومتريه للناخبين اللي هم بحدود 30-35% من الشعب العراقي الشباب، يعني 6 مليون حتى البطاقه الوطنيه تعتبر 6 مليون هاي راح تسبب لنا مشكله ثانيه. ليش؟ مشكله ثانيه، انا بدات اشم رائحه تزوير مرتقبه للمستقبل. يعني انت عندك 6 ملايين ناخب ما تقدر تطلع له بايومتريا، شلون راح بين هذا وهذا؟ احد الاخوه قال انا بريطانيا صوتت 6 مرات في بريطانيا، انا وحدي شخص معروف وثلاثتنا نعرفه ملتقي بيكم ملتقي بالاستاذ حيدر في انتخابات سابقه. اذا عمليه التزوير وارده جدا هنا، وحتى قرار المحكمه الاتحاد لم يكن ملزما. يعني اليوم لم يكن ملزما قرارات المحكمه. يبقى الان الشيء المهم في هذا التصويت على مجلس النواب القادم تعديل القانون والدراج. انا سامع من القانون النقطه ايضا مهمه جدا هنا اليوم. اعتقد البرلمان سيمضي بالتصويت البايومتري ولكن بالعد والفرز اليدوي، هكذا سيمضي بالاثنين. يعني انا اقول هسه اذا التصويت بايومتري ممتاز انا اقف، والعد والفرز لا باس، يكون هناك جهات رقابيه ممكن ان نضبط نسق الانتخابات او سياق الانتخابات ونحميها من التزوير. فافهم من كلامك سيد غالب ان لا تصعيد يلوح بالافق من التيار الصدر اتجاه هذا القانون. يعني احنا عندنا مجلسات، ماذا اشوف اي مجلس من المجلسات اللي امامنا عندها مؤشرات للتظاهر نهائيا. ماكو تظاهر، يعني ما نشوف حتى في تغريدات السيد المقله جدا ايضا ما بيها اشاره لهالجانب. لا مو هي همين خل توصل الاشاره، تدري انت هاي القوة الناشئة تعول على قوة التيار الصدري بالنزول الى الشارع، فهم يتصورون ان هذا نزولهم سيدفع التيار الصدري للمشاركة بالنزول للاعتراض على القانون، فالواضح انه لا يوجد هناك موقف لدى التيار الصدري من النزول حتى لا يعولون كثيرا. شوف هسه تجيب شراقة كانون مثلا، شراقة كانون كانت ضد حكومة الاغلبية، ولو مشتركة كان مضت الحكومة الاغلبية. زين. بعض الان هم ضد تشريع تغيير القانون. اذا حركه حقوقهم بالاطار التنسيقي معترضه على القانون. نعم. شنو وين المشكله؟ لا المهم شلون لا لا هي انضمت مع 24 ادوار. يعني نعم تبادل الادوار، لان تعرف اليوم احنا المشهد جدا بس راح تبين بالتصويت. لا واضحه راح تبين بالتصويت. لا ما يصوتون، اقول لك حتى وان لم يصوتوا هناك اغلبيه بالبرلمان، خلينا نكون واضحين. يعني انت البرلمان ماضي باغلبيه واضحه جدا حتى يصلون 200 الذين سيصوتون لهذا القانون. جيد. بعضهم سيجاملوا، يعني ماذا وين قالت حقوق او غير حقوق؟ عندنا نائبين او 3 أو 5 نواب اذا انسحبوا هذا موقف ستة آخر. مثل ما قالوا اننا ننسى نكون بدلاء للتيار الصدري، ولكنهم لاحقا اخذوا مكان الله التيار الصدري. هذه مجامله كانت وطبعا كانت محط احترام وتقدير من جمهور التيار الصدري. بس ما اشتركوا حتى بالحكومه، ما عندهم تمثيل حتى عاد يكون منصب. اخوي الحكومه كذا سالفه لا لا ما طلعت لنا اياها. لا لا ما لا لا ما عنده حتى تمثيل بالحكومه، عاد لازم يكون منصب. لا لا ابدا انا شايف بس انت ما عندنا مو بالحكومه. يمكن سالفه هذه زين. استاذ حيدر المفوضيه ذكرت قطعت حديثك في هذا الموضوع. هسه والله انتم عفوا يعني اقصد هسه ما الاطار شامل القوى هو اطاره مثلا حاولت انه ما تشرك التيار الصدري في قصه الانتخاب وقانون الانتخابات، هل يعقل انه لا تشركهم في التغييرات المقبله للمفوضيه؟ شوف اكو معلومات انه اكو يعني اكو رسائل تواصل يعني اي اكو رسائل بس يعني
رسائل مشفره نقدر نقول. ما تقولون احنا بنفرح وياكم والله. يعني هسه اذا طلع السيد الصدر صدق متواصل يا السيد المالكي والله يا عم نفرح. لا لا يتواصل يا السوداني هم نفرح يعني احنا نريد الوضع يستتب. ما هو الرسائل تكون يعني عن اطراف اخرى يعني مو اطراف خارجيه. اي فبالتالي ماكو اعتراف ماكو اعتراف. وصلنا الى طريق انه انا واخوي ما نقدر نتفاهم الا عن طريق واسطه خارجيه. لا مو عن طريقهم اكو هم بالداخل يعني اكو فد 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 تحركات. انت تخمن سيدنا لو لا انت تحكي عن معلومه. لا انا احكي عن معلومه طيب حكيتها في وقتها والدليل انه مكتب السيد الصدر ما رد على هذا الموضوع وانه شهر رمضان مقبل اكو فد جو راح يصير بيه مصالحه يعني اكو فد راح يصير حدث عموما. بس دقيقة اصل ابو علي الشيباني. لا ما اصل لا ما اصل اعطيني معلومه. لا مو انا 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 معلومه زينه. شلون ما ادري تحكي زينه. انا تحدثت عن انا تحدثت شكو برمضان انا اليوم غردت انا اليوم كتبت تغريده تحت يا اخي ما راح تكون زين. السيد المالكي ثاني يوم هو بنفسه خرج لقناه معينه فضائيه وقال احنا راح نصالح. اي لأول مرة. تمام لأول مرة. شنو لأول مرة؟ خطاب السيد المالك لأول مرة يكون بهذا الطريق. جيد يعني أنت تدعم اللي يقول السيد أنه هنالك أكو تواصل فأكو شيء راح يصير بشهر رمضان على مأدبة إفطار على كذا. خب شنو يعني المستغرب السيد الصدر مو خلصت الانتخابات. ابو علي الشيباني يقول معلم يقول راح يصير كذا. ما عندنا احنا ابو علي الشيباني. لا لا عذرا لا هاي معلومة نعرف اكو حراك واكو اجتماعات صارت واكو تواصل. فبالتالي احنا سيكون تمثيل التيار الصدري حاضرا في قضيه المفوضيه اذا ما ذهب القوه بهذا الاتجاه. بالضبط بالضبط. هذا هذا مضمون مثل ما انه الحكومه نفسها حكومه السيد السوداني ما طلعت ولا موظف ولا درجه خاصه من التيار الصدري. كل المناصب موجوده من الامين العام لمجلس الوزراء الى الساده الوكلاء الساده المدير العميد نفس الدرجات ونفس الامور. زين اذا الاطار بهذا الموضوع هو يعرف يتعاطى مع هذه القضيه بدبلوماسيه كما يسميها السيد السودان الدبلوماسيه المنتجه. اضف الى هذا قصه القضاه يعني موضوع كان عمليه اختيار القضاه على اساس انه لا يمكن الشك في القاضي في جهد. هذه الجزئيه لكن القضاه هم مو مؤهلين لان يجيدوا دور اداره مفوضيه بكل صراحه مع تقديرنا مع احترامنا. ليش ما نكون اكثر صراحه سيد حيدر ونحكي براحتنا ونقول القصه ما لها علاقه باداء القاضي من عدمه بقدر ما هي اني وين حصتي وتمثيلي وانت وين تمثيلك والدكتور وين تمثيلك. فاحنا نريد هاي المعادله. المعادله مو قضيه القضاه. صحيح مو يخالف ما يخالف. لا لا بس القاضي ما تقدر يعني هسه انت اليوم يعني اذا تسال مو تسالني انا مو رجل بالمفوضيه. اسال كل اعضاء المفوضيه السابقين اسالهم وهم ناس بيهم ناس مهنيين حقيقه. السابقه والقبلها والقبلها ايضا. طيب طرحوا اراء هواي حتى طرحوا فكره النظام المختلط على مود حتى تنتهي هاي الاشكاليه الموجوده. طيب يكون اكو تمثيل جزء للمكونات و50% ايضا يكون للمستقلين. هم تحدثوا في ورشه خاصه دخلنا وقعدنا قالوا كان اداء مخيب للامال. وهم اصلا من زجوا بهم بهذا المكان ناس ما يعرفون شنو القضيه شنو القسم الانتخابي شلون يمشون منها شنو هذا. فالقضاة مو شغلتهم هاي القضية ناس متدربين دولاك داخلين لنتفق اذا سيد حيدر يعني قصة تغيير المفوضية ضروري جدا. لا خلص يعني اي خلص اي انتهت اي انتهت حال حال قانون الانتخابات. بالضبط قانون الانتخابات اولا يتم تغييره ويتم تمريره والقوة سوف تصوت عليه وكذلك حتى مفوضية الانتخابات وينتهي القصة. هذا يخليني اسال سيد غالب زين هاي احنا نحكي عن انتخابات المفروض تكون بالشهر العاشر حسب الحكومه وما برنامج صعب هذا راح يكون صعب مبدئيا. زين شو وقت ممكن تكون انتخابات تغيير المفوضيه؟ هسه انا افهم السيد الصدر ما كان حاضر في قضيه قانون انتخابات لانها جمهوره ثابت وبالتالي يسوون هذا يسوون ذاك بالمفوضيه شلون ما راح يكون حاضر؟ شوف يعني بعد خلينا دعني ارجع على سيد حيدر. احنا هنا القاضي نسمح له ونتقبي عند ما يفسر القوانين، نسمح للقاضي ان يحكم بالاعدام وبالافراج وبالبراءه، نسمح له بمصادره الاموال وما نثق به من يصير بالمفوضيه. لا احنا ما قلنا قصه فنيه. لا لا قصه فنيه. هل الذين جاؤوا قبل القضاه فنيه لو فنيه ما يخالف. هل الذين طبعا ولا ملتقي بقاضي من اللهم ارشد، هل الذين كانوا قبل القضاه او الذين سياتون بعد القضاه هل هم كانوا بمستوى عالي؟ للعلم هذه المفوضيه التي كانت في زمن القضاة من افضل النتائج. سيد حيدر العبادي كان يقول هناك تزوير في عام 2018 و2014 و2010
واما في 2005 انا اشتركت بالانتخابات، كان التزوير على قدم وساق، كل عشيره ماخذت لها صفحه وماشيه، وهذا طبعا الانتخابات الافضل ما ادار هؤلاء. شنو الافضل؟ لانه اكو فطر سياسي معين فاز، شلون الكلام هذا؟ يعني مثلا يعني ائتلاف ائتلاف قوى الدوله السيد الحكيم والسيد العبادي يطلعون بمقعد واحد وتقول لي ماكو تزوير؟ ارجوك مو كذا، شلون ماكو جمهور؟ لا شلون ماكو جمهور؟ شلون ماكو جمهور؟ هذول يطلعون من هذول يطلعون؟ يعني هذول من لا لا عذرا لا هذول طالعين بالشارع ذاك يوم، منو اللي سادين الشارع هذول؟ منين جايبينهم؟ ارجع للموضوع الاخر في قضيه تبديل المفوضيه. اي يعني في موعد الانتخابات لن تكون في الشهر العاشر، هناك رؤيتان، اما في الشهر الرابع من العام المقبل 24 اي 2004، او ربما تؤجل مع الانتخابات البرلمانيه حتى ما يكون مصرفي، هناك تجيب لك 400 مليار دينار تخصيصات، وهناك 400 مليار يعني هاي تبلطلها تسوي مدخل بغداد الوسفيه او مدخل بغداد الدجيل. إذا افضل ما تروح للانتخابات. اثنين، اذا كان الوضع ماشي والعجله تمضي، اي ما ادعم هذه الانتخابات، انا لا ادعم انتخابات مجالس المحافظات. صح، اقول تبقى الحكومه هكذا. صح، وهاي الدوره خلي تبقى تكمل اجراءاتها. زين، وهذا الالتزام اللي صوت عليه مجلس النواب؟ لا شوف، بالمناسبه يعني هو مو صك الغفران ولا قران ولا عندنا لا يجوز الاجتهاد في النص. زين، قضيه ترتبط بالخدمات. ان استطاعت هذه الحكومه النجاح وكما تبشر الان في عملها، لماذا نعيد تشكيل حكومه جديده وفوضى جديده وعشره اشهر او سنه؟ صح، بدون موازنه؟ احنا نحكي المصلحه العامه، كان مع ضد على جانب، بس انا احكي المصلحه العامه. الايرانيين يسموه قرصاغ، احنا نقول خلق، وهاي طاقه التحمل وخلق القوى المعترضه راح يبقى. يعني اذا ما صارت يقول لك يعولون على انتخابات تصير بالعاشر، عندهم استعداد يبقون ثلاث سنوات ما يحجون؟ شوف استاذ ياد، انا متابع البرلمان الامريكي تحديدا البريطاني. طيب، احيانا الجمهوريين الديمقراطيين يتفقون في دعم قرار حتى للمعارضه، حتى للجهه اللي حاكمه. زين، صح، اذا كان يخدم الوطن. فاذا كانت المعارضه اللي تريد تعارض بس تريد تدمر، لا والله ما حد يصير، انا ضدها. واذا كانت المعارضه ايجابيه تقوم حينما تخطأ وتكون مع الدولة حينما تنجح، هذا الهدف الأسمى والأنجع لخدمة العراق. احنا ما عندنا مجال يا أخي. بعد البارحة واحد يحكي تلفزيون طلع يقول أنا ولديت ويا حرب 67، وبعدين جتنا حرب الشمال، بعدين جتنا حرب إيران، بعدين جتني أمريكا الأولى الخليج، بعدين جتنا حرب 2003، إنه بعد 2003 اليوم قتال. بس يريد لنا يوم جينا هذا، أنا وسيد حيدر يريد لنا يوم نرتاح، يبقى لنا 4 سنين نعيش بربيع، ربيع ولو قصير، هدوء استقرار. فإذا استقرار احسن. اذا كانت الدوله تفكر بشكل صحيح تكسب جمهورها، وايضا اذا كانت هذه الكتل السياسيه عليها ما تذهب كثيرا وتتوقع انه الجمل ما حمل صار لها، خلي تفكر ايضا يعني شلون يقولون، تمام، تاكل هذا وتخلي الله بين عيونها. يعني تنتبه والصد لا تاكل ويا عميان. نعم، شرع القانون بما يخدم كل الفئات ولا تستحوذ على كل فقراته. ما دام نتحدث عن القانون سيد حيدر، يعني تدري انت الامم المتحده دائما ما يكون حضورها في قضيه الانتخابات وقوانينها يكون حضور فاعل، بالتالي اسال يعني هل بدا رايا للامم المتحده لامريكا من خلال السفيره تجاه هذا القانون مثلا؟ شبيه السفيرة، السفيرة داعمة كل شيء، السفيرة السفيرة صارت من الحبايب الحبايب صارت السفيرة، وجينين بلاس خارت البارحة قاعدة وبالحفلة والأمور أوكي. بالضبط، لا زلت أنا شخصيا، أنا شخصيا لا ما زلت أنا أعترض على هاي الأمور، لكن أنا تحدث. شوف أكو فد مسألة كلش مهمة، الفاعل الدولي في هذه المرحلة مو مثل بقية المراحل السابقة. الفاعل الدولي، المجتمع الدولي، أوروبا، واشنطن لن تسمح بأي اضطرابات أو فوضى في العراق. هذا الكلام أنا تحدثت به قبل تشكيل حكومة السيد السوداني، وقلت أن الحكومة راح تشكل والمجتمع الدولي داعم لاستقرار العراق، داعم لمصلحته، داعم لسوق الطاقة، مو من مصلحة الأطراف الدولية أن تحدث أي هزة ارتدادية. اليوم حتى الجانب الإيراني، هذا الجانب الإيراني، اليوم الجانب الإيراني أيضا هادف. يشوف
قضية التحرك الأمريكي والسفيرة الأمريكية وتوقيع شركات مثل جي جنرال إلكتريك وإلى آخره. بالنهاية هذه الأطراف الدولية كلها داعمة هذا الوضع، وأنا أعتقد هاي الحكومة سوف تستمر الجزء الطول الثلاثة والجزء حتى أربعة، لأنه الوضع العالمي الفاعل الدولي هو يريد الأمور تمشي بعض. وإذا الحكومة حققت هاي المشاريع اللي وعدت بيها مثلا ومشت بهذا الاتجاه، وأكو كما قال دكتور غالب يعني بوادر خير، وأنا دا أشوف أكو عمل وأكو حراك بهذا الاتجاه، خب الناس بعد ما تريد شو تسوي بالانتخابات هسه؟ أنا وأنت إحنا ثلاثتنا، أنا شو أسوي بمجالس المحافظات؟ أرجوك أنت تريد تجيب لي النوب حكومات محلية وتضيف لي بعد تخصيصات مالية وتسوي لي ترهل أكبر بصرف النظر عن أنه هي تشكيل دستوري. طيب. وإحنا 12 مليون و800 صوتنا على الدستور و2005 خلاص عطلناه، صار هاي كم سنة ما خلص أحسن نعطل شو المشكلة بالضبط. خلنا نعطل هسه أنا لا ده رغبت منه مجالس المحافظات يعني هاي رغبة مجالس المحافظات إطار. لا 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 ليس فقط الإطار والتظاهرات عند الإطار محافظات، ليش يجي لا يعني يدوس عجل ويقول بسم الله؟ شوف شوف والدليل يعني أكو عملية ضغط من أطراف أخرى حتى من قبل المحافظات السنية والغربية، لأن يعني عندهم بعض المشكلات ويريدون يحلون بعض الخلافات في هذا الموضوع. أنا كنت موجود في اجتماع وبالتالي حتى وصلوا وقالوا غيابا ما نقدر نخلي 24 واحد مثل قبل زين. صعبة يعني 24 عضو مجلس محافظة يعني 24 نعم. مدير عام درجة مدير عام وسواقه وحماياته وسياراته احنا دا نتحدث عنه، قالوا ها خلينا نخفض العدد نسوي 10. اذا القضية وانا اعتقد انه حتى هو هذا جزء من عملية، شوف هو المطلب الحقيقي هو تعديل قانون الانتخابات يعني هذا كان كوبري جسر بالمصري مجالس المحافظات كوبري حتى نعدل هذا القانون، حتى الحكومة من تمشي في فترة معينة وتشوف اكو رضا من 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 نسبة كبيرة من الناس تستمر بعملها وبالتالي خلاص. طيب المشكلة على طاري القانون أيضا حتى أختم ويا حضرتك سيد غالب، من محاسن هذا القانون الجديد أنه سيمنع نسبة كبيرة من المساومات والابتزاز. القانون السابق الدوائر المتعددة كان سببا في أن يكون هناك عمليات ابتزاز باعتبار أن هناك من دخل فرادى عدد كبير، وهذول ما أقصد الكل طبعا، من الممكن استمالتهم سواء لهذه الجهة أو لتلك الجهة حسب اللي يدفع أكثر. شوف هذا ممكن يصيغ السؤال بطريقة أخرى، يقول سيقلل عدد الجهات الفائزة في البرلمان وبالتالي يسرع في تشكيل حكومة. أحد إيجابيات القانون أحد الإيجابيات لهذا القانون هذا، ولكن مقابل هذه الإيجابيات يفترض أن يذهبوا ليضعوا يعني يزيلوا السلبيات ويجعلوها في الإيجابيات، ومن ضمنها التصويت. يعني هاي النسبة الكبيرة اللي لن تصوت على هالقانون الشباب اللي هم 6 ملايين. قصدك يحثون على المشاركة؟ نعم يحثون على المشاركة، طريقة التصويت، الصياغات، الدوائر وغيرها، هاي مهمة جدا. إذا لم ينتبهوا لها فعملية التزوير ستكون يعني على قدم وساق. جيد قول سيد قبل ما بلش يعني قبل تبلش شوف قصة انه العزوف، احنا نربط قضية العزوف بقصة والله القانون وتغير وتعدل، هذا مو دقيق لسبب بسيط. اولا عملية العزوف ما حثت بهاي الدورة الانتخابية الفاتحة الدوائر المتعددة ولا بالقبلها بالمناسبة، بل في الدورة التي سبقت الدورتين البرلمانيين احنا لاحظنا حركة العزوف من قبل الناس. الناس بالنهاية ما تفكر بهاي التفاصيل اللي نتحدث بيها، يعني قانون وما قانون ودائرة دوائر متعددة او دائرة واحدة، بقدر ما انه تفكر بمصلحتها من سوف يعطيها. السيد السوداني اجى جاب راح ثبت 800,000 من العقود محاضرين، رفع سقف الانفاق الحكومي، راح باتجاهات معين، الناس تفكر بهذه الجزئيه. اضف الى ذلك الدوائر المتعدده ما الذي انتجه؟ يعني فد ملاحظه بسيطه ما عاد ذوق السيد لا بس هاي يعني انه اني مثلا اني ابن هاي المنطقه، اني قاعد جديد بهاي المنطقه، ما عندي احد بيها، من اريد ارشح للانتخابات ما راح افوز. هذا جيراني دكتور غالب بهاي المنطقه، عشيرته كلها موجوده بهاي المنطقه، هسه دكتور غالب مع تقديري له زين مو زين راح يصوتون له، بينما اني عندي جمهور مثلا المنطقة الأخرى
ايه؟ انا ابن الكرخ عندي ناس بالرصاف وتريد تنتخبني، انا شنو ذنبي انحرم؟ وانا شنو ذنبي؟ احسنت، شنو ذنبي انتخب بدائره واحده؟ انا انتخب غالب الدعمي يطلع لحيدر الموسوي، انا بدي اروح اتعاتب ويا غالب الدعمي. من في البلاد هذا القانون سانت ليجو يسرق اصوات الجمهور ويعطيها بنسبه 30% من اصوات الناس الناخبين، يحولها للكتل الفائزه. لا هذا اللي دا اشير له. على العموم خلينا نشوف احنا هذا قطار بغداد 82 اتذكر حكوا عنه. 82 قبل ال 82 هذه 82 الحمد لله والشكر. بما انه هي حكومه خدمات واحنا قلنا ان شاء الله ما نريد انتخابات اذا انجزت هاي الحكومه، فبالتالي خلي احكي على هذا الموضوع اللي استجد الحديث عن القطار المعلق. وبصراحه تم يقال انه تم تحديث التصاميم من جديد كاحد الحلول المرجوه لحل ازمه الزخم المروري وعوده ثقافه النقل الجماعي. المشروع بصراحة اسم على مسمى وهامش مشترك بين كل الحكومات، يا حكومة تجي تحكي على القطار المعلق وتحديث التصاميم وانتقل الملف من جهة إلى أخرى والكل متفق على أنه ممكن التحقيق وأن المسارات واضحة وأن الشغلة بس يراد لها دفعة وتخصيصات مالية، وفرنسا رحنا له مرتين على هذا الأساس، وش وقت يتنفذ القطار المعلق ويتنازل عن مرحلة التعليق الله العالم يتنفذ تتوقع؟ بشهر الرابع راح تبدي كل المشاريع، الفريق اللي الان اللي دي يشتغل على قضيه المرحله الاولى اليوم امس الحزمه في قضيه يعني فك الاختناقات المروريه والازدحامات بدوا، واليوم اكو دوام هاي القطاعات والشركات اللي وقعوا يعني عقود معاها، هاي شركه الستوم الفرنسيه في مترو بغداد والشركه الصينيه راح تنفذ موضوع ساعه النسور وشركه عندنا، كلها بدأت تشتغل واكو توسعه هسه لا تشوفون بالشوارع عندنا يعني في بعض الاماكن 24 ساعه من اجل القطار المعلق هاي التوسعه؟ يعني طبعا اكو امور اكو شغل يعني خذ لك للامانه لا اكو يعني صك مصدق اذا صار القطار المعلق انا كنت ما اتوقع زعامه السودان ستكون انا كنت ما اتوقع بقوه ما كنت اتوقع مالك الكهرباء والخدمات الكهرباء بعد وقت يعني على العموم انا اشكرك جزيل الشكر سيد حيدر الموسوي الباحث في الشان السياسي، شكرا جزيلا سيد حيدر، شكرا لك الدكتور غالب الدعمي الباحث والاكاديمي، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، الشكر والتقدير والاحترام نلتقيكم في حلقه اخرى باذن الله تعالى، في امان الله.